الصفحة الأولى، جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز عناوينها لليوم. واشنطن بوست تؤكد أن بيلاروسيا ليست أول دولة تستخدم المهاجرين كسلاح. ذا جارديان تسلط الضوء على الظلم المناخي الواقع على الدول النامية مقارنة بالغنية. صحيفة بوليتيكو تقول إن التوقعات منخفضة بشأن قمة بايدن وشي المرتقبة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تتصاعد التوترات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي بسبب أزمة المهاجرين. صحيفة واشنطن بوست تناولت هذه الأزمة في مقال لها بعنوان بيلاروسيا أحدث دولة تستخدم المهاجرين كسلاح والغرب مذنب أيضا. الصحيفة قالت إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو تعلم من تجربة أردوغان في استخدام المهاجرين كسلاح للضغط على أوروبا، حيث بحث عن طرق للرد على العقوبات الغربية المرتبطة بمزاعم تزوير انتخابات عام 2020، وأنه حدد موقع نقطة الضعف في أوروبا وهي الهجرة. واعتبرت الصحيفة أن الغرب مذنب في هذه اللعبة، ففي أعقاب أزمة المهاجرين في العام 2015 أطلق الاتحاد الأوروبي حملة تربط مساعدات التنمية في بلدان العبور الرئيسية في إفريقيا بالتعاون في السيطرة على الهجرة. ودللت الصحيفة ببعض الأمثلة مشيرة إلى أن إيطاليا هددت بوقف مساعدات التنمية عن تونس إذا لم تتفق مع خطة لوقف الهجرة، كما أن هناك مزاعم بأن فرنسا مولت زعيما سابقا للمتمردين في النيجر للسيطرة على تدفق المهاجرين، بينما قطعت إدارة ترامب المساعدات عن غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ولم تستعدها إلا بعد أن وافقت الدول على صفقات تسمح لأمريكا بإرسال المهاجرين الذين يسافرون عبر أمريكا الوسطى إلى تلك البلدان. أضافت الصحيفة كذلك أنه في كثير من الأحيان أدت هذه التحركات إلى تعميق المشاكل الداخلية في بلدان العبور والبلدان الأصلية، حيث أن مبالغ ضخمة من الأموال الأوروبية تم تحويلها إلى شبكات من رجال الميليشيات والمتاجرين في البشر وأفراد خفر السواحل الذين يستغلون المهاجرين. كشفت وثيقة سرية لشرطة الاتحاد الأوروبي يوروبول عن شبكة تهريب سورية تساعد المهاجرين على السفر من الشرق الأوسط إلى بيلاروسيا ومن بولندا إلى أوروبا الوسطى، وهم الآن مستهدفون من قبل المحققين الأوروبيين. صحيفة ديفالت الألمانية تناولت هذا الموضوع في مقال لها بعنوان اليوروبول يتتبع شبكة تهريب سورية في ألمانيا. الصحيفة قالت في التفاصيل إن اليوروبول كشف عن شبكة تهريب من سوريين يعيشون في ألمانيا أو هولندا وبولندا، تعمل منذ عدة سنوات وتنظم نقل المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط عبر بيلاروسيا وبولندا إلى أوروبا الغربية. أوضحت الصحيفة أن الشبكة تستخدم حافلات أو سيارات مستأجرة من أجل التهريب من بولندا إلى ألمانيا أو هولندا، وأنها تستأجر أوروبيين شرقيين لالتقاط المهاجرين في بولندا أو ليتوانيا ونقلهم إلى ألمانيا. أضافت الصحيفة أنه وفقا لمعلومات من المفوضية الأوروبية، معظم الحالات المبلغ عنها تتعلق باعتقال السائقين الذين يمكنون المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى ألمانيا في سيارات مستأجرة عبر بولندا. وقالت الصحيفة إن الشرطة الاتحادية في ألمانيا ألقت القبض مؤقتا على أكثر من 300 مهرب، قيل إنهم أحضروا مهاجرين من منطقة الحدود البولندية البيلاروسية إلى ألمانيا، ومن بين الجناة المزعومين 14 يحملون جواز سفر ألماني والباقون غالبا سوريون وعراقيون وأوكرانيون.
على كل، لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من برلين الكاتب والباحث السياسي أستاذ ماجد كيالي. صباح الخير سيد ماجد، أهلا بك معنا في الصفحة الأولى وعلى شاشة الغد. مرة أخرى أزمة المهاجرين سيد كيالي تطل برأسها، ليست أول مرة كما نقلت الصحيفة تستخدم هذه الورقة كورقة ضغط، استخدمت من قبل من قبل أردوغان، وكأن في كل مرة مقصود أنه هذه هي نقطة ضعف أصيلة لدى أوروبا. طبعا يبدو أنه المأساة اللي يعيشها المشرق العربي وعديد من الدول الآسيوية مثل أفغانستان، باكستان، تلك المآسي تستخدم كأوراق للابتزاز أو كأوراق للاستخدام السياسي في من قبل عديد من الأطراف، اليوم من قبل روسيا والرئيس لوكاشينو في بيلاروسيا، كما تم استخدامها طويلا طوال السنوات السابقة من قبل تركيا، كما شاهدنا في مأساة السوريين والعراقيين الذين ذهبوا أو الذين غادروا بلدانهم، يعني هربا من الحرب وهربا من أهوال الحرب إلى أوروبا. الآن ملف اللاجئين يستخدم ليس فقط من أجل يعني إغراق أوروبا بموجات دول أوروبية أو الاتحاد الأوروبي بموجات جديدة من اللاجئين، وإنما أيضا يستخدم للابتزاز السياسي، ويستخدم أيضا على الصعيد الاقتصادي، كما شاهدنا أن لوكاشينو يهدد حتى بوقف إمدادات الغاز، أو يمنن الاتحاد الدول الأوروبية بأن أراضي بيلاروسيا هي ممر لأنبوب الغاز، السيل الغاز الروسي من روسيا إلى الاتحاد كيالي. الأوروبي. يعني كونها نقطة ضعف أو هكذا تبدو لكل المتابعين للشأن الأوروبي، كونها نقطة ضعف لدى أوروبا تستخدم للضغط عليها، هذا في حد ذاته جدا خطير. يعني كيف يمكن أن تتعامل الآن الدول الأوروبية مع نقطة الضعف هذا؟ يعني فقط العقوبات هي التي تلوح بها أوروبا مع الدول، ويبدو أنها ليست ناجعة. يعني الدول الأوروبية تهدد بفرض عقوبات إن كان على روسيا أو على بيلاروسيا، وبيلاروسيا وروسيا أيضا من خلفها، أن الرئيس البيلاروسي لا يتحرك من ذاته، وإنما هو يتحرك بناء على ترتيبات أو تنسيق مقدما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بالتالي تهديد بيلاروسيا بقطع سيل الغاز هو نوع من التهديد، أنه أنتم كاتحاد أوروبي عندكم أوراق عقوبات اقتصادية، وإحنا أيضا لدينا ورقة عقوبات اقتصادية. أيضا هناك نوع من سباق التسلح أو نوع من التلويح بالسلاح اليوم في يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعديد من الدول الأوروبية ودول أخرى، هناك مناورات عسكرية قد تمتد لأشهر عديدة. أيضا تلك الورقة التي تستخدمها الولايات المتحدة الدول الأوروبية تجد ردة فعل أيضا سلبية أو ردة فعل معاكسة من قبل الرئيس الروسي بوتين في التلويح بأنه هو أيضا لديه صواريخ عابرة للقارات ولديه. هل يمكن أن تترجم يعني كل هذه المعطيات إلى مواجهة عسكرية سيد كيالي؟ نتمنى أن لا تصل الأمور عند هذا الحد. أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بنوع من مكاثرة أو من نوع من لوي ذراع، أنه من يستطيع أن يهدد من. طبعا الاتحاد الأوروبي ومن خلف الولايات المتحدة الأمريكية يخشون من قيام خطوة دراماتيكية من قبل الرئيس الروسي تتجلى بمحاولة أخذ أوكرانيا أو احتلال أوكرانيا وضمها لروسيا. سيد ماجد، يبدو أنه فقدنا الصوت مع الباحث السياسي والكاتب سيد ماجد كيالي، كان متحدثا إلينا من برلين. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. موسكو تايمز تقول إن بولندا تحذر
من اختراق حدودي محتمل في الوقت الذي يستعد الاتحاد الأوروبي لمعاقبة بيلاروسيا. دير شبيغل الألمانية تنشر تقريراً عن أوضاع اللاجئين على الحدود البيلاروسية البولندية، ولسان حالهم يقول أصبحنا يائسين أكثر فأكثر كل يوم. دير شبيغل أيضاً تلقي الضوء على بدء لاتفيا مناورة عسكرية ب3000 جندياً على الحدود مع بيلاروسيا. بروكسل تايمز تنقل عن خبير مناخ بلجيكي أن قمة غلاسكو أكثر من مجرد كلام، لكنها بعيدة عن أن تكون كافية. تيليغراف تتحدث عن اعتقال 3 أشخاص بعد انفجار سيارة أمام مستشفى في ليفربول أسفر عن سقوط قتيل ومداهمة شرطة مكافحة الإرهاب لمبان في المدينة. تعرضت الهند والصين لانتقادات شديدة بسبب طلبهما تعديل بعض النصوص في اتفاق قمة المناخ، حيث تم تخفيف الصياغة الاتفاق النهائي إلى تعهد بالتخفيض التدريجي بدلاً من التخلص التدريجي من الفحم. صحيفة The Guardian تناولت الموضوع في مقال بعنوان انتقاد الهند بشأن الفحم في قمة المناخ، لكن الشرير الحقيقي كان الظلم المناخي. الصحيفة قالت أن تقليص الهند لتعهداتها بشأن الوقود الأحفوري يعكس افتقارها إلى الخيارات، مشيرة إلى أنه كان قراراً دراماتيكياً في اللحظة الأخيرة تم تصويره على أنه ضربة مدمرة لنجاح القمة. وقالت الصحيفة أنه بينما كانت الصين هي التي دفعت بقوة من أجل تخفيف اللغة بشأن الفحم في المفاوضات النهائية، كان وزير البيئة الهندي هو من قرأ نسخة جديدة من الاتفاقية التي استخدمت الالتزام المخفف بالتخلص التدريجي من الفحم، ومشيرة إلى أن الكثيرين تكهنوا بأن الأمر قد سقط في يد الهند وحدها للإعلان عن تخفيف اللغة. وأشارت الصحيفة إلى أنه من بين العديد من خبراء المناخ كان الإجماع على أن الهند لم تكن شريرة كما تم تصويرها، وأن انتقاد موقف الهند يسلط الضوء على قضايا الظلم المناخي، حيث من المتوقع أن تفي البلدان النامية بنفس الالتزامات مثل البلدان المتقدمة الغنية التي كانت على مر التاريخ أكبر مصدر لانبعاثات الغازات، والتي لديها موارد مالية ضخمة وبدائل مثل الغاز الطبيعي. الصفحة الأولى مستمرة معكم من الغد وفيها، لكن بعد الفاصل. والستريت جورنال تعتبر ترشح نجل القذافي لرئاسة ليبيا نقطة تحول. أحييكم من جديد. من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الصيني شي جين بينغ اليوم في مسعى لتحسين العلاقات بين البلدين. صحيفة بلوتيكو الأمريكية تناولت هذا الموضوع في مقال بعنوان لا تسميها قمة. اجتماع بايدن وشي بينغ يحمل توقعات منخفضة. الصحيفة قالت إن العلاقات بين واشنطن وبكين متوترة من قبل أن يصبح بايدن رئيسا، مع تصاعد التوترات بشأن تايوان والقلق السياسي بشأن منشأ فيروس كورونا ومجموعة الرسوم الجمركية التي أحبطت العلاقات الاقتصادية. اعتبرت الصحيفة أن الرسائل الثنائية التي تقلل من شأن طموحات اللقاء الأول بين الرئيسين، بالإضافة إلى قرار متبادل لإبقاء جدول أعماله طي الكتمان، يعكس الجهود المبذولة لخفض التوقعات العامة لتقارب كبير أو إنجازات كبيرة. لكن الصحيفة قالت إن الأشخاص المطلعين على الاجتماع يرجحون أن يسعى كلا الرئيسين إلى اتفاق بشأن عدد قليل من المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي طورتها مجموعات العمل الثنائية لتقليل الاحتكاكات، مع الإشارة إلى التوافق بشأن المخاوف الجيوسياسية الأوسع بما في ذلك كوريا الشمالية وإيران.
قالت الصحيفة كذلك إن السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أصدر بياناً أكد فيه تركيز اللقاء على طرق إدارة المنافسة بشكل مسؤول بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى طرق العمل معاً بما يتماشى مع مصالح البلدين. أعلن سيف الإسلام القذافي عن حملته الرئاسية في ليبيا بعد أكثر من عقد من سقوط والده معمر القذافي. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت هذا الموضوع في مقال بعنوان نجل القذافي يعلن حملته للرئاسة الليبية. الصحيفة قالت في التفاصيل إن إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للرئاسة هو رمز لنقطة التحول التاريخية التي تواجهها ليبيا مع انتخاباتها المقبلة، فبعد أكثر من 10 سنوات من الانتفاضة والضربات الجوية التي أطاحت بمعمر القذافي تكافح ليبيا للتغلب على سنوات الصراع والأزمات السياسية. قالت الصحيفة إنه إذا تم انتخاب سيف الإسلام فمن المرجح أن يعارضه ملايين الليبيين الذين أيدوا الثورة والتي لا يزال سيف الإسلام معارضا شديدا لها. وأشارت في المقابل إلى أنه لا تزال مجموعة من الليبيين موالية للقذافي أو لديها درجة من الحنين إلى الاستقرار النسبي في عهد معمر القذافي. قالت الصحيفة إن سيف الإسلام صادر بحقه مذكرة توقيف نشطة لغاية الآن من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، كما أنه مطلوب من قبل المدعين العامين في طرابلس على خلفية تهم ينفيها سيف الإسلام نفسه. قالت الصحيفة كذلك إن بعض المسؤولين والمراقبين الليبيين يخشون من أن تؤدي الانتخابات المنظمة على عجل إلى نشوب صراع آخر بعد أن شاب فترة الاستعداد للانتخابات، نزاعات حول التوقيت والقواعد والأساس القانوني للتصويت، ما أثار مخاوف من إمكانية الخلاف على النتائج. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. وعودة إلزامية الكمامات إلى جميع المدارس في فرنسا اعتبارا من اليوم حسب ما جاء في صحيفة لوفيغارو. دي فيلت الألمانية تنقل عن رئيس نقابة المعلمين تحذيره من فقدان السيطرة في المدارس في بعض مناطق ألمانيا في ضوء الموجة الرابعة من كورونا. وول ستريت جورنال تنشر تقريرا تحت عنوان التضخم المرتفع يدفع بايدن إلى تركيز رسالته على ارتفاع الأسعار، ويعرض الأجندة التشريعية للديمقراطيين بل يعرضها للخطر. في وجود أردوغان أو بدونه تحت هذا العنوان يوضح موقع أحوال التركي أن العلاقات اليونانية التركية ستبقى على وضعها حال تغيرت القيادة السياسية في تركيا. بحسب صحيفة غارديان فإن صبيا في 9 من عمره أصبح الضحية 10 لمهرجان ترافيس سكوت للموسيقى في هيوستن بسبب التدافع. شهد مسجدان للشيعة في أفغانستان تفجيرين انتحاريين على يد تنظيم داعش، أسفر الشهر الماضي عن مقتل أكثر من 90 شخصا من الشيعة الأفغان وإصابة مئات آخرين. صحيفة نيويورك تايمز تناولت هذا الموضوع في مقال بعنوان سلسلة هجمات داعش التي قتلت 3 أجيال من عائلة أفغانية واحدة. الصحيفة تناولت قصة شابة أفغانية فقدت زوجها والذي قتل في هجوم انتحاري على مسجد شيعي في شمال أفغانستان، ثم فقدت ابنها ووالد زوجها كذلك في هجوم آخر استهدف مسجدا شيعيا في قندهار.
أشارت الصحيفة إلى أن العنف مزق المجتمع الشيعي في أفغانستان لعقود، وهو العنف الذي أرسته حركة طالبان أولاً ثم تنظيم داعش ولاية خراسان في السنوات الأخيرة. قالت الصحيفة إنه عندما استولت طالبان على السلطة تعهدت بإنهاء عقود من إراقة الدماء، وسعت إلى طمأنة الشيعة الأفغان بأنها لن تستهدفهم مرة أخرى، كما سمحت لهم بإقامة احتفالاتهم الدينية وزارت مساجدهم للتعبير عن تضامنها، بل وتعهدت بأن الحكومة الجديدة ستحافظ على سلامتهم. لكن الصحيفة قالت إن التفجيرين الانتحاريين اللذين نفذهما داعش في أكتوبر زاد المخاوف من أن طالبان ستسمح في الواقع لحملة داعش ضد الشيعة الأفغان بأن تمر دون رادع. وقالت إن العديد من الشيعة الأفغان يخشون الآن بداية فصل وحشي جديد، حيث يعتمد أمنهم على نفس الحركة التي استهدفتهم ذات يوم. كان الجفاف هذا العام شديداً وقاسياً إلى حد غير مسبوق على المزارعين في العراق بسبب نقص مياه الأمطار وأزمة المياه، وأشارت وزارة الزراعة العراقية إلى أنها أنتجت هذا العام أقل من نصف الكمية التي تحتاج إليها من القمح. موقع أحوال التركي تناول هذا الموضوع في مقال بعنوان أزمة المياه تزداد سوءاً في العراق مع تمدد الجفاف. موقع أحوال قال إنه على الرغم من أن أزمة نقص المياه تطال العراق بأكمله، فإن نينوى الشهيرة بزراعة القمح والتي تعد سلة الخبز للعراق كانت الأكثر تضرراً، فبينما أنتجت العام الماضي أكثر من 900,000 طن من القمح محققة الاكتفاء الذاتي، فقد أنتجت هذا العام نحو 90,000 طن فقط بسبب الجفاف وقلة سقوط الأمطار. أضاف الموقع أيضاً أنه في دهوك في إقليم كردستان تسببت قلة الأمطار في تلف محاصيل التين والرمان، وألحقت ضرراً كبيراً بالفلاحين وأثرت على فرص عملهم، بل وتسببت في تراكم الديون عليهم. أشار الموقع كذلك إلى أنه بسبب الانخفاض القياسي بمنسوب الأمطار وتراجع تدفق المياه من نهري دجلة والفرات إثر بناء إيران وتركيا سدوداً، بات العراق في مواجهة أسوأ أزمة جفاف في عصره الحديث. ووفقاً للأمم المتحدة فإن العراق أصبح خامس أكثر دولة في العالم تأثراً بالتغير المناخي. وصلنا بهذا المقال إلى ختام جولة اليوم في الصحافة العالمية. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.